وعشان نعرف اكتر عن اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي هيعقد النهارده ومعانا زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، وعايز اعرف منك هل بالفعل ابتدى الاجتماع ولا لسه، وعايز اعرف برضو منك اهم الملفات اللي هيتم مناقشتها النهارده في اجتماع مجلس الاداره. بالفعل يمكن بدا الاجتماع شيماء في تمام الساعه 3 عصرا كما كان محدد ليه، وزي ما انت اكدتي هو اجتماع ممتد. الجلسه الاولى كانت فيها بعض القرارات الخاصه بالنشاط الرياضي، ايضا بعض القرارات الخاصه بالملفات الانشائيه والاداريه. النهارده اجتماع تكميلي تم تحديد ليه انه يكون في النادي الاهلي بمدينه نصر رغم سوء الاحوال الجويه شيماء والامطار الغزيره في مدينه نصر، لكن بالفعل حضر مجلس الاداره بالكامل متواجد في حمام السباحه او المقر الخاص طبعا بالاجتماعات هنا في مدينه نصر. ايضا كمان المهندس خالد مرتجي مباشره من اتحاد الكره كان متواجد في اجتماع توجه الى الاجتماع. امور عديده جدا النهارده يا شيماء، منها ملفات انشائيه واداريه، كمان هيكون في تطرق للحديث عن اللجنه الطبيه اللي كان مجهود كبير بيبذل من الكابتن محمود الخطيب في هذا الامر، بيحاول ان هو يكون في اعاده هيكله للجهاز الطبي او اللجنه الطبيه بشكل عام في النادي الاهلي. دكتور احمد عبد العزيز اخصائي طبعا وقامه الطبيه الكبيره ليكون رئيس اللجنه الطبيه، كمان لجنه الشؤون العضويه فيها هيكون النهارده مناقشات عديده للاقبال الكثيف على فرع التجمع والكنس ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. الكل طبعا متواجد. امور ايضا كمان تخص سفر النادي الاهلي الى تنزانيا، لا يكون رئيس البعثه فيها المهندس خالد مرتجي التنسيق مع السفاره. امور عديده جدا يا شيماء، واكيد هنكون في انتظارها. الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره ايضا كمان هيكون متواجد معانا عقب انتهاء الاجتماع مباشره. هنعرض طبعا كل القرارات الخاصه بمجلس الاداره في امور عديده وفي ملفات عديده بيناقشها في تلاحم المباريات اللي بنقول عليه، ايضا كمان في تلاحم للمجلس الاداره واجتماعاته المستمره، لان في امور عديده جدا بيتم النقاش فيها ومحتاجه قرارات سريعه. وبالفعل ده اللي احنا بنشوفه، كل اجتماع بيكون فيه قرار واثنين وثلاثه خاص بالنشاط الرياضي، وقرار ايضا كمان بالملفات الاداريه. ان شاء الله يا شيماء نكون معاكم خلال الساعه القادمه والساعات القادمه في حال انتهاء مجلس الاداره نكون معاكم بالقرارات ان شاء الله يا شيماء. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.